التخصصات والتكوينات الأكثر طلبا في سوق الشغل المغربية؟ بالنسبة إلى التخصصات والتكوينات الأكثر طلبا في سوق الشغل المغربية، فنجد التعليم، الأمن الوطني، والصحة، ثم باقي المؤسسات العسكرية والشبه عسكرية. فتقريبا سنويا نجد مناصب شاغرة في التعليم، تقريبا 15,000 17,000 منصب شاغر يتم الإعلان عنها في مباراة التعليم سنويا. أيضا الأمن الوطني مناصب مهمة، تقريبا 10,000 منصب تقريبا سنويا. والصحة أيضا تقريبا 3,000 إلى 3,500 منصب سنويا، وباقي المؤسسات العسكرية والشبه عسكرية. كما نجد مجال الخدمات عموما هو أكثر المهن المطلوبة، بما فيها ترحيل الخدمات والتكنولوجيات الحديثة ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى المجال التقني وخاصة الأطر المتوسطة في عدد من الميادين الصناعية والبناء والصناعات الغذائية، بما في ذلك صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والطاقات المتجددة. وأما بالنسبة إلى القطاع العام فإنه بعد سنة 2014 بدأ مؤشر محالين على التقاعد في الارتفاع، ومن المتوقع أن يكون الطلب كبيرا على التوظيف في المؤسسات التابعة للدولة في شتى المجالات، ولعل أبرزها كما قلنا الصحة والتعليم والأمن. وأما فيما يتعلق بالمعطيات الرسمية حول المهن المطلوبة في السوق المحلية، فإن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لانابيك أعدت دراسة استشرافية نهاية 2016 مع عينة من المشغلين لمعرفة توقعاتهم بخصوص سوق الشغل حسب جهات المملكة. وكشفت الدراسة أن قطاع المعلومات والتكنولوجيات الحديثة بالبيضاء يشكل نسبة 37% من توقعات المشغلين، يليه مجال السيارات والطيران والملاحة الجوية بنسبة 14%، ثم التجارة والتوزيع بمعدل 12%، بالإضافة إلى ميدان السياحة والفنادق والمطاعم وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 10%، والصناعات التحويلية بنسبة 4%. واحتل مجال السيارات والطيران والملاحة الجوية بجهة طنجة تطوان الرتبة الأولى، إذ يشكل أكثر من نصف الميادين المشغلة بالجهة بنسبة 57%، تليه الصناعات الغذائية بنسبة 14%، ثم السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 9%، بينما شكل ميدان النقل والتخزين 6% من مجموع فرص الشغل المتوفرة في الجهة، تليه أنشطة الخدمات الإدارية والدعم والتعليم ب 2%. وأما الرباط فتشكل المعلومات والتكنولوجيات الحديثة حوالي نصف المهن المطلوبة بها بنسبة تصل إلى 47%، تليها أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 21%، ثم التجارة والتوزيع بنسبة 7%، أما السيارات والطيران والملاحة فإنها لم تتجاوز 6%، بالإضافة إلى 4% يسيطر عليها ميداني النسيج والألبسة والجلد والسياحة والفنادق والمطاعم. وبشكل عام فإن التخصصات التي تحتاج إليها السوق المغربية تجمع بين التحصيل العلمي الأكاديمي المتوسط والمهارات والتقنية التي تصلح للعمل في المقاولات الناشئة والتي لا تتطلب كفاءات عالية. لذلك فإن المغرب أصبح يشجع بقوة التكوين المهني الذي يزود الطلبة بمهارات عملية يمكن استغلالها في الإنتاج، إذ هناك مساعي لتكوين أشخاص في مهن وسيطة بين مهنة التقني والمهندس
على اعتبار أن هذه النوعية من الأطر المتوسطة هي المطلوبة من قبل المقاولات، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.